يبقى عنده ديستنشن في الاستومك، عنده هنا مش عارف ينزل حاجه، فيجي يفطر ويتغدى وبعدين يرجع كل حاجه، والاكل بقى يحصل له بريفكشن ومش عارف يعدي. يبقى دي كلمه اسمها اوبستراكشن. فانا عندي خمسه كومبليكيشنز. هيموريج بيرفوريشن يعني البروتونيه، بنتريشن في سيستم تاني بعد كده يحصل منها مالجنس خاصه مع الجاستريك ألسر، ممكن تقلب الى اوبستراكشن. اوبستراكشن نوعين، يا بناين يا مالجنانت. بناين هو جاست اديجن وخلاص، مالجنانت لو كانت الالسر هنا وكبرت بقى وبتاع تعمل لي سوراخ، تعمل لي تعمل لي اوتلت سندروم، يعني تقفل الفتحه دي تماما، فبالتالي اي حاجه ولا بتاع هترجع من فوق تاني. طيب لما احب اعمل له انفستيجيشنز هنعمل ايه؟ هنعمل اول اندوسكوبي، نلاقي دي اصلا ماشي، ناخد منها عينه ونحللها كمان. وده على فكره اجمل حاجه، كانوا زمان بيعملوا باريم، وممكن على فكره بيعملوها احيانا يعني. بيشرب باريم بس يعني جرعه اكبر للشفره، وبعدين هتقلب يمين وشمال لما تملى الاستومك كلها، وبعدين يبدا يصور. هيقول لك بقى في ايه، ده في اكثر في المكان الفلاني، قال ده في حواليه فايبروزز كرونيك، لا مفيش، ده لسه اكيوت. ده كان زمان، ودايما كانت تحصل في الاسر كرفيتشر في المكان ده، ونشوف يعني شوف الالسر نازله كده، تلاقي بتاع الباريم نازل كده، تلاقي بيقوم في طبقه كده، يسموا الحته دي الالسر نيش. الكلام ده خلاص محدش بيعمله بعد الغبر الاندوسكوبي. هتقول لك ده في ألسر ايه، في ألسريشن في المكان الفلاني، ويشوف بقى الحته دي كمان فايبروتك كده معاهم متغد عليه، يقول لك ده كرونيك بقى لها فتره طويله. عايز انفستيجيشن فور اتش بايلوري. انفستيجيشن فور اتش بايلوري في حاجتين، في حاجات نون انفيزيف وحاجات انفيزيف، بس بالراحه كده الحته دي مهمه اصلا، الحته دي مهمه. الحاجات النون انفيزيف يا ولاد ايمينولوجيكال، ادور على انتي بودي ضد مين؟ ودول نوعين، اي جي جي واي جي ام. على فكره الاي جي جي فاكسان جدا ليه؟ مش احنا مصريين يعني كلنا عندنا ايه؟ على فكره لو حاجه في ناس تيجي عندها اتش بايلوري مش بتشتكي من حاجه، ودي محدش بيعمل لها حاجه. فمش حاجه اسمها سكريننج فور اتش بايلوري، مش حاجه اسمها كده. هو لو واحد بيشتكي نبدا نعملها له، فاهمني ولا لا؟ الاي جي ام مهم لان معناه ان في ريسنت انفكشن. خلصت؟ لا، وده حاجه سهله. اهم منها امور اكريت فيتال انتجين اوف اتش بايلوري. تروح المعمل ياخد عين البراز، هو جهاز كده بيتحط هي بتاع فين اختبار، يعني بيحط عينات البراز ويشوف اللون بتاعها. يجيب لك علامه ولا تعلق ده عنده ايه؟ في كان انتيجين اوف اتش بايلوري. في فكره ثانيه حلوه قوي، ها اللي هي البريس تيست، اختبار التنفس، حاجه جميله جدا جدا. بس هي الفكره بتعتمد على ايه؟ ان الاتش بايلوري بتطلع يوريز، يعني بيدمر مين؟ البروتينات كله بتاعنا. فبنجيب يوريا، بس اليوريا دي يا ولاد الكربون اللي فيها مشعه. ايه مشعه؟ هتعرف تعمله ديتكشن، ونجيب صوره قرص او مشروب العين ياخده. تنزل كوليستومك بتاعته، حلو كده؟ يقعد كوليستومك شويه، فلو في اتش بايلوري هتفك مركب اليوريا، تدي الكربون المشع وتديني امونيا، ماليش دعوه بالامونيا. الكربون المشع ده يحصل له ابزوربشن، ويبدا يطلع مع النفس. هجيب العين ده اخليه يتنفس في كيس، كيس معين يعني، مش هاخد منه النفس، السي او 2 بتاعه. واقعد احطه على الجهاز، يقول لي في كربون مشع ولا لا؟ لو لقيت في كربون مشع، فهمت حاجه ولا لا؟ انا عايز منك كلمه، اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ يبقى اليوريا بريستست، ده اختبار التنفس. بيتعمل على فكره بيتعمل مثلا في ثلث ساعه ولا حاجه، من الحاجات الحلوه والسهله والبسيطه بيتعمل اتش بايلوري. لكن طبعا الفيل كلام جن دوت الكلمه. في حاجات انفيزيف انا بعمله اول اندوسكوب، اروح العينه من الالسر او من الحته اللي فيها انفلاميشن، يقعد يبص عليها هيستو باثولوجيكال ويدور على الجرام نيجاتيف او يزرعها. يزرعها بس طبعا تاخد بقى سبع ايام ولا حاجه، لما تطلع في المزرعه يقول لك ده فعلا كان عنده اتش بايلوري، او ممكن هو في اوضه في اوضه المناظير واخد عينه، حلو كده؟ يروح حاططها على محلول، هو خد العينه يحطها على محلول في يوريا، حلو كده؟ محلول في يوريا، وبعدين بس بحط عليه ري ايجنتس، هيلاقي اللون اتغير. ايه اللي حصل يا ولاد؟ لما حطيت عليها العينه لو في اتش بايلوري فكت اليوريا وادتني امونيا، الامونيا بتغير اللون. يقول لك ده رابت تيست اسمه يوريس تيست، هذا بتعمل في اوضه المناظير، خدت العينه اللي فيها اتش بايلوري وحطيتها على مركب فيه يوريا، هي هتفك اليوريا الى ايه؟ الامونيا والكربون، هنتفك الامونيا. اول ما يتكون عندي امونيا الريجنت لونه يحمر مثلا، لونه يتغير، يبقى لونه اتغير يبقى ده فعلا كان عنده ايه؟ يبقى دي كلها انفستيجيشنز خاصه بكلمه اسمها اتش بايلوري. اتش بايلوري طبعا من الكلمات المهمه لانها سبب، لانها سبب كبير يعني. اما عن العلاج بقى، عايزين نحط خريطه كده للعلاج. تريتمنت اوف بيبتيك ألسر، سؤال توقعه في اي لحظه.
تريتمنت، واحد اولاد فيه جنرال كير، وفي طبعا اللي هو الميديكال ادويه، والادويه دي عناوين، عندي الاتش 2 برودكت بلاي، وعندي مجموعه مهمه اسمها بي بي اي. دكاتره بتكلم في مجموعه اسمها ميوكوزا، حاجه بتعمل بروتكشن للميوكوزا، وعندي مجموعه اللي هي انتي كولينرجيك، وعندي ارابيتيشن اوف اتش بايلوري. بعد كده تبع العلاج بتاعنا في حاجه اسمها تريتمنت اوف كومبليكيشنز، في طبعا سيرجيكال انترفيو. يلا اول حاجه جنرال بتعمل ايه؟ تمنع نون ستوب الانتي انفلاماتوري ولا ايه؟ وتمنع حاجات السبايسي فود والستريس والكلام ده والسموكنج، يعني الحاجات اللي ممكن تساعد ده بودي نقدر نقللها. نمسك اول مجموعه اسمها اتش 2 بروتين. ايه اتش 2 بروتين؟ يعني عشان عندنا في حاجه اسمها اتش ريسبتور، ودي كانت انهانس الاتش سي ال ريليس، فانا بقللها. الاتش 2 بلوكر دول بيقللوا الاتش سي ال بنسبه 65%. معقول؟ ها كان في نوع منهم اسمه سايميتيدين، تجميد لا يستخدم لان بيعمل بينكم مصري ومشاكل. ها الاحسن منه بقى اللي هو رانتيدين، ده موجود منه قراص 150 وموجود منه قراص 300. ها وفي اللي هو الفالموتيدين موجود منه قراص 20 وقراص 40. الرانتيدين ده في السوق اللي هو الزنتاج، واسمه رانتيدين واسمه رانتاج واسمه رامي، هذا اسم يعني. الفالموتيدين موجود فالموتاج وموجود انتودين، يعني كل حاجه موجوده باسماء كتيره. البروتون بامب انهبيتور بتقلل الاتش سي ال بنسبه 6%، بس انا مش فاهم يعني ايه بروتون بامب انهبيتور. انا فهمت عندي مثلا هيدروجين ايون اللي هو كان بيساعد عشان يتكلم عندنا الاتش سي ال، فدي حاجه قويه جدا. دي مجموعه كبيره يا ولاد، واصلا بصراحه يعني بصراحه ده سحر. الادويه دي كل الدنيا بتستخدمها، وشركات ادويه مريحاك من السعر الرخيص للسعر الغالي. في انواع كتيره، في اوميبرازول وفي اوميبرازول، سوري، وفي اللي هو لانتوبرازول وبانتوبرازول، ادويه كتيره جدا. والجرعات بتاعتها فيها 10 وفيها 20 وفيها 40، في كل الجرعات، وفي منها اورال معموله تابلتس ومعموله كبسول ومعموله انجكشن، كل اللي انت عايزه يعني. هو مش حد اصلا بيمشي من غيرها يعني، طالما في ارتك السر او في جاسترايتس او حاجه لابد انك تستخدم المجموعه دي، مهمه جدا جدا جدا. المجموعه الثالثه، وعلى فكره مفيش مشاكل من استخدام البروتون بامب انهبيتورز حتى لفترات طويله، قعد يقول لك ده كارسينوجينيك، مش كده اصلا، مفيش، في ناس استخدمها بقى لها 20 سنه ما حصلهاش اي حاجه. الادويه بقى اللي انهانس الميوكوزا سكريشن او بتحمي الاستومك، تحمي الالسر يعني، في دواء اسمه سوبر الفات. دوت يا ولاد بيقعد في الالسر كده، لو الالسر اهي بيقعد في البيت بتاعتها ويعمل لها بروتكشن من اتش سي ال. في دواء ثاني اسمه بيزمس، مش موجود في مصر خالص. دوت استيميوليت البروستاجلاندين ريليز، ده مهم؟ يعني هو بيعتمد على المعده، ها؟ استيميوليت البروستاجلاندين. دي دوت سحب من السوق وحصل في حاجات ثانيه، اسمه بروستاجلاندين اي 2 انالول. اسمه ميزوبريستول، اللي هو الميزوتيكا. ميزوبريستول ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ بروستاجلاندين اصلا، يعني الهامس الميوكوزا سيكريشن، فاهماني ولا لا؟ اللي هو الميزوبريستول او الميزوتيك، ماشي؟ ممكن استخدم انتي كولينرجيك؟ ايه الفكره يعني؟ ان انا هقلل مين؟ الاتش سي ال، حلو قوي. هل مهم ان انا اعمل اراديكيشن للاتش بايلوري؟ لو كانت ليها سبب، يعني لو عنده اتش بايلوري يبدا عليها. هو للاسف لازم تحفظوا الادويه، هو انت بعد كده في السوق الدنيا اسهل. لان اصلا الشركات كلها عامله هو حاجه اسمها تريبل ثيرابي. الشركات عاملاهم في حبايه واحده، فاهمك؟ انت دلوقتي لازم تحفظ ده. استخدم ايه؟ تريبل اتش بايلوري، استخدم تريبل ثيرابي. التريبل ثيرابي ده بيشمل ايه؟ مترونيدازول. اول بديل بتاعه دينيدازول اللي عجبك، يا ده يا ده. واموكساسيلين والبديل بتاعه كليريترومايسين 400 ميلي جرام او 500. ماشي يا دكتور؟ وطبعا لازم تدي معاهم بروتون بامب انهبيتور. تقول لي بص يا دكتور، بص اعمل ايه؟ اخد ده مع ده مع ده مثلا يعني، او ده مع ده مع ده، او ده مع ده مع ده. معظم الشركات عامله الثلاثه دول، عامله دينيدازول مع كليريترومايسين مع بي بي اي، موجوده في الصيدليات بحاجات كتير اسمه بيبتيد كير ومش عارف كيري كيور وترايكولار، حاجات كتيره جدا في السوق، وده كتير جدا يا جدعان. هو بس الفكره كلهم ان هم عشان يخلوا السعر رخيص بيقصوا جرعه الايه؟
بيدو فودي 400 صح؟ هو بيدو بس 250، لكن في ده اسمه تراي كولار، ده منزلها بجرعه كبيره. تراي كولار، اوكي؟ فهو الفكره بتاعت كيف المستقبل الدنيا سهله ليه؟ هي كبسوله بياخدها كل ده بسرعه خالص. ده كده دلوقتي كنت محافظ الجرعات، بيسالك في الاورال بتعالجها ازاي؟ بيسالك في الاورال ازاي تعالج الاتش بايلوجي، ماشي الحال؟ طيب خلينا نتكلم. لو واحد عنده، انا بسالك انا بسالك، واحد عنده بيب اتأثر وبيحصل منها نزيف. بيب اتأثر وفي نزيف ففيها مرش، هنعمل ايه؟ هنزف مزفه بعدين يعني. ايه؟ احنا عملنا ابر اندوسكوبي. انا دلوقتي هديله فريش بلاد ومحتاج دم. ماشي يا ولاد؟ هديله طبعا بروتون بامب انهبيتور مع اتش 2 بلوكر عشان اوقف النزيف شويه. ممكن اعمل له ابر اندوسكوبي، واعمل كليبسنج البسها اقفلها واخد بالك بالمنظار، يدخل يقفل الارثر اللي عماله تعمل تنزل بالمنظار، او لو فيها بالفوريشا تدخل تتقفل. فاهمني ولا لا؟ لو واحد جاي لك بالفوريشا لازم في المستشفى. والعند اصلا ده اوحش حاجه في الدنيا، بالفوريشن وبنتريشن هوسبيتاليزيشن. بروتون بامب انهبيتور عشان اقلل الاتش سي ال مع الباتي اللي تيم والاتش 2 بلوكر وانتي بايوتيك قوي. الشاطر يقول لي ليه؟ ده انا جاي من الاستومك وداخل على مين؟ وبعدين البروتونيم المناعه اللي فيه اساسا هي ضعيفه من غير حاجه، فانت بتعمل سيفير انفلاميشن ويدخل في سيبتك شوك. يبقى لابد ان انت تديله انتي بايوتيك قوي جدا وتديله انالجيزيك قوي جدا، لان العيان عنده سيفير ابدومينال بين. او طبعا دخلوا جراحه ساعات يدخل يعملوا حاجه اسمها بارشيال جاستريكتو، يدخل يشيل الحته اللي فيها ايه؟ القصه. تقول لي يا سلام اشيل حته من الاستومك، مش مشكله يا ولاد، اصلا في الاستومك اصلا مساحتها كبيره جدا، فلما اشيل منها حته مش هيجرح حاجه. وبعدين في نقطه ثانيه، واحد عنده بيت كاسر وهو بيعمل انذار شك انها اصلا شك انها مالجنت اثر، ده بيتحول جراحه وتعمل له بارشال جاستريكتوم. مش هنستنى نقول اما نشوف الاستيجنج، لا مش الكلام ده، تدخل تتشال كلها وتوصل مش هيجرح حاجه. يعني لما تشيل حته منها احسن ما تسيبها ويطلع بعد كده عندي مصيبه سودة. فهمتوني ولا لا؟ مش هستنى لما يحصل المشاكل دي كلها. يبقى عندي تريتمنت اوف كومبليكيشنز مهمه، سيرجيكال انترفيرنس اب تو ان انت تعمل بارشال جاستريكتومي متاحه، متاحه جدا جدا جدا. والولاد حتى في التخسيس بيعملوا بارشال جاستريكتومي، هو بيدبل حته وبيعمل حاجه وانا بدخل يشيلها احسن يكون فيها اصلا مالينا سويه اللي عامله مشكله. خلاص كده؟ يهمني قوي 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 الميديكال تريتمنت بصراحه. يعني ها الميديكال تريتمنت مهم مهم مهم، الادويه في الشغل بتاعها لازم تبقى عارفه جدا جدا جدا. خلاص في حاجه سهله قوي اللي انت بالموضوع يا ولاد. بص يا دكتور، في حاجه سهله قوي ريليتد للموضوع اسمها اكيوت جاسترايتس، وكلمه اسمها كورونيك جاسترايتس. الاكيوت جاسترايتس دي بتحصل دايما مين؟ يا اكيوت انفلاميشن او جاستريك ميوكوزا، تحصل مين مع النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. ده اساسي ممكن تحصل حاجه اسمها ستريس انسر، ودي نوعين. في واحده بتيجي مع البيرن مع الحرق اسمها كيرلينج ألسرز، واحده بتحصل مع زياده الانترا كانت تنشن الاستروك والكلام ده اسمها كوشنج ألسر، ومرات يا اولاد بتحصل نتيجه فايرال انفكشن هيربس سامبلكس او حاجه، او مثلا السايتوميجالو زي ما يكون. بص يا دكتور، لما بيحصل بيرن حرق بستهلك كميات كثيره جدا من البلازما، فاصبح الدم اللي موجود في هايبر فيسكوستي رهيبه، اصبح البلاد فلو للجاستريك ميوكوزا، وفي نفس الوقت عندك متوتر، يعني في فيجل ستيميوليشن يعني معانا. طبعا هو كله ايه؟ كله هو الاستريس بيشغل السمباثيك، بس الاستريس زياده قوي. فاهمين يعني هو يتقلب لضده، يعني بتكلم على السوبر ستريس. كذلك لو في حاجه زودت انتركانتيشن هتعمل ستيميوليشن للفيجس، ويعمل ستيميوليشن لحاجه اسمها اما ريسبتورز في الاستومك، ولما يحصل كده زود ال اتش سي ال ممكن يحصل ألسر، فدي اسمها كوشنج ألسر. يبقى الكوشنج ألسر نتيجتها لمين؟ نتيجه ان انا عندي زياده في الانتركال تنشن. الناس اللي عندهم اكيوت جاستريس او عندهم ألسر في المنظر ده بيجي بسيفير جاستريك بين، ممكن يكون معاها نوزيا وفوميتنج، ممكن تعمل هيماتيمز، وممكن تعمل ميلينا، بتعمل له ابر اندوسكوبي وبتعمل تغسل المعده بكولد سلاين، تغسل المعده بكولد سلاين وتدي جرعات كبيره من البروتون بامب انهبيتور والاتش 2 بلوكر.
كورونيك كاستريتس دي حاجه مزمنه. دول ثلاث انواع متقسمين كده A B C. A اوتوميون ودي اسمها برنيشيس انيميا كلكم عارفينها. وبي اللي بتحصل مع الاتش بايلوري ها بكتيريا ها. وسي اللي هي كيميكال بتحصل مع النون ستيرويدال او لو في فيستل او حاجه او ريفلكس. اوتوميون فاكرين برنيشيس انيميا انت بتضغط ضد مين؟ البرايتر او ضد الانترنسيك فاكتور مثلا. ما هي بتعمل اتروفيك جاسترايتس هو نوع من الكورونيك جاسترايتس. اتش بايلوري قايلينها بتعمل كورونيك انفلاميشن غير الالسر يعني تعمل كورونيك انفلاميشن حواليها وممكن تبري كانسرس. ممكن كيميكالز نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري او لو في حاجه اسمها بيليار ريفلكس يعني الحمض بتاع سوري الماده القلويه بتاعت البيليار تراكت ممكن تفتح على الديودينم او على الاستومك. لو فتحت على الاستومك الاستومك متعود على حاجه حمضيه لما تيجي حاجه قلويه فيه بس اسمها كيميكال جاسترايتس يعني لو غيرت الميديا بتاعته بقت كيميكال. طبعا الكورونيك جاسترايتس على حسب المرض برنيشيا سليميا هتيجي بصوره مجاله بلاستيك انيميا وشويه بقى ابدومنا بين والكلام ده. الاتش بايلوري قلناها الكيميكال سيجي سيفير ابدومنا بين او ريكرنت اتاكس ابدومنا بين. هتعمل ابر اندوسكوبي والعلاج طبعا هو علاج من العلاج وعلاج السبب العلاج وعلاج السبب دي كلمه اسمها اكيوت وكرونيك جاسترايتس. يبقى ده كده الخاص بالاستومك. في كلمه كده اسمها ديسبيبسيا نخلص منها هنا بالمره. كلمه ديسبيبسيا ديسبيبسيا means any discomfort related to meal اي تعب يعني ممكن يقول لك ايه فول مثلا حاسس ان بطني مليانه بلوك ده انا حاسس ان بطني منفوخ يا دكتور يا دكتور حاسس ان في ارتجاع عايز ارجع واخد بالك دي كلها حاجات تحت عنوان اسمه ايه؟ any discomfort related to meal دي كلمه اسمها ديسبيبسيا. واشهر سبب ليها البنات اشهر سبب ليها عشان البنات يا اولاد بتبقى حاجه فانكشنال فانكشنال دول يعني ايه فانكشنال؟ ما عندهمش مرض اصلا مفيش مرض اساسي مفيش مشكله اساسا. دول يكون عندهم ايه؟ عارفين البنات حساسه شويه يكون عندهم فيسرال هايبر سنسيتيفيتي يعني الميوكوزا بتاعت الابر جي اي تي بتاعتهم حساسه لاي اكل او اي حاجه مثلا يعني. او يكون عندهم ايه مشكله في الامبنج اوف ستومك ديليت امبنج اوف ستومك وده بيكون مع السايكولوجيكال ديستربنس. يبقى اذا الفانكشنال ديسبيبسيا ايه اللي بيحصل؟ يا دكتور لو باكل بحس ان انا مش مستريحه مين فيكم كده؟ يا دكتور حاسس ان انا عايز ارجع على طول. يا دكتور مش طايق ريحه الاكل مش بيحصل؟ مش الكلام ده؟ مش الكلام ده؟ ومضطر لحاله نفسيه؟ ده انت مزهقانه ومضايقه؟ هو انت لو متضايق تاكل كده؟ لا ده احنا اللي بنعمل كده. لا لا احنا بابا حاجه بتاعتنا. اي حاجه تزعلك ما تاكلش اسمها فانكشنال. تقول يا ممكن يكون في حاجات ثانيه؟ ايوه ده ممكن بس خلاص ممكن يكون السبب كده. ما ده مرض بقى او جبت الكالسر. ممكن يكون السبب بتاعنا مشاكل في الجول بلادر. مشاكل في البنكرياس عندي امراض مثلا فاهمني ولا لا؟ بس انا بتكلم على النوع اللي هو الفانكشنال ده. انا خلاصه القول اللي عايز اقوله. وانت في عيادتك ده الكلام ده الحياة وانت في عيادتك هيجي لك ستات كتير وبنات كتير مطلوب منهم بعض. ما بين بقى انت بخاعد ما بين مش عارف ايه وقال لقمه يا دكتور ما تقف فين نسمعها من كل الستات المصريه. اللقمه يا دكتور ما تعرفش ايه واخد بالك؟ عايز تبقى بارد كده وهادي عايز تبقى بارد وهادي واخد بالك؟ فبس يا دكتور انا اقول كلمه والله واتلم الدنيا كلها. دور على حاجه اسمها الارم مور الحاجات دي الحاجات اللي تخوض ما لقيتهاش موجوده طنش ولا فوز على بكره فاهم؟ اديها اي هبل في اي هبل وكلمتين وخلاص. لكن لو لقيت حاجه من اللي بقول لك عليهم بخاف ايه الحاجات اللي تخوض؟ بس كل كلمه قولوا لي ليه؟ اول حاجه صح وتبص ليه؟ خايف من ملك يبقى لو بتخس مش بنتصر هنعمل ابر ولور اندوسكوبي ونشوف نجيب قرار فاهمني ولا لا؟ تاني حاجه لو في برزستنت كومبتين هو طبيعي ست ايه؟ بقول لك انا عايز ارجع طب انت رجعني بقول لك لا طب رجعت كم مره اخر سنه؟ لا انا رجعت مره ده مش حاجه لكن ده انا كل يوم بصحى واقعد ارجع على قبر الدكتور فهمتوني ولا لا؟ سيفير ديسفيشن فعلا فعلا يا دكتور الاكل واقف فين يا دكتور مش عارف ابلع يا دكتور فعلا ده انا بخس كمان على فكره تقول لي كده طب مين اوزنك؟ ليها 100 وشويه تقول لي انا طول عمري كده ولا خسيت فين؟ فاهمني ولا لا؟ فحتى اتاكد بس ديسفيشن من الكلمات اللي تخوض انا بخاف من الكانسر لو في حاجه هنا مالجنس ولا بتاع هيؤدي الى ديسفيجيا اخاف من الدم كله من الدم 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 اخاف من كلمه
هيماتيمس ده الكلمة. يبقى انت في عندك حاجات هتخطط، ايه الحاجات اللي هتخوفك في الخطط؟ ايه اللي هيخوفك؟ لو حصل ويكوس، لو في persistent vomiting، لو في severe persistent pain، لو حصل dysphagia، لو حصل hematemesis pulmonary، دي كل حاجات ايه؟ تبدأ تخط. لكن بقى في شوية جرد ماشي بعد ما اكل الدهون، وجع هنا وبيسمع في الكتف مش عارف ماشي، ده في ألم هنا وبيسمع ورا بتاع البنكرياس، فاهمني ولا لا؟ في حاجات مقبولة وخلاص انا بشخص وبعالج السبب. كمان يا ولاد مين اللي هتعمل له ابر اندوسكوبي؟ الخمسه اللي قلت لك عليهم. واي راجل فوق ال 45 سنه عنده سكوبس، اي راجل فوق ال 45 سنه عنده. بقول لك اشمعنى الرجاله يعني السن مش مهمه؟ اقول لك لا، هو الكانسر استومك اكتر فيه الرجاله. بيقول لك اي راجل فوق ال 45 سنه وعنده اي حاجه من دول بس ما تفضلش ما تستناش اصلا، لا بد انك تعمل له ابر اندوسكوبي. طب يا دكتور جالي حد وانا ما لقيتش اي حاجه من انت قلت عليهم ال 20 دول، بس هو متضايق او زهقان او قرفان والكلام ده، الحاله النفسيه والهباب ده، نعمل ايه؟ نعمل لها ريأشورنس، ما تخافيش ما تقلقيش، انت كويسه انت زي الفل، وتديها اتش تو جلوكا او تديها بروتون بومب انهبيتور على اساس انه يقلل الحرق شويه، وتدي حاجات بروكاينتك حفظتها ولا لسه؟ بتسهل الحركه عشان ممكن يبقى في جاستروباريسس فتسهل الحركه اللي هو الدومبريدون موتيريال او جاستريك السريات يعني. وبعدين ممكن تديها حاجه كده ايه؟ سيبها كده خفيفه، واخد بالك تنيمها شويه تريحها شويه مش اكتر من كده، واخد بالك ممكن تدي تريبتوزول مثلا، يعني تدي حاجه تحس انها تبدا تهدى معاك والامور تبقى كويسه وتطمنها. لكن لو لقيت حاجه من الكلام اللي قلناه الوحش مش بنهزر، واخد بالك لو لقيت حاجه من الالارمنج او الورننج سيمبتومز اند ساينز يبقى لابد انك تعمل انفستيجيشن فورا. دي كلمه كان بعتلنا اسمها ديسكريبس. نعمل بقى شابتر ثاني خالص، حته ثانيه خالص، البول بلادر ديزيز. بول بلادر ستون اللي هي حصوات المراره. يلا يا بول بلادر ستون ماشي. البول بلادر ستون زي ما حصوات المراره 80% بتكون كوليسترول. افهم بس المعلومه دي الله يبارك لكم. احنا الكوليسترول بيصنع في الليفر، معظمه بيصنع في الليفر، الزياده منه بيحصل لها اكسكريشن مع البايل. يعني كيف يتخلص الجسم من الكوليسترول ازاي؟ طب اشمعنى مع البايل؟ عشان البايل هي اللي بتعرف تدوب الدهون، يعني حاجه دهنيه هتنزل مع اليورين مثلا مش هينفع، يبقى هتنزل مع حاجه بتدوب الدهون اللي هي مين؟ بص بقى لو الكوليسترول كان زياده او البايل كانت قليله، فرصة ان يحصل له استجنيشن ويقعد يعمل جول بلادر ستون تبقى عالية. يبقى ايه بيحصل جول بلادر ستون بالكوليسترول؟ ده 80% من الحالات نتيجة يا اما الكوليسترول زيادة يا اما البايل كميتها، وفي كلتا الحالتين هي كميتها كمية البايل قليلة فمش عارفة تدوب الكوليسترول كله، فجاي عارف الجول بلادر ولزق بقى يعمل لي حصوات، وده أكثر حاجة. في نوع تاني من الحصوات اسمها بيجمنتد ستونز، انتوا عارفينها. ففي الناس اللي كان عندهم كرونيك هيموليتيك انيميا، اللي عندهم كرونيك هيموليتيك انيميا التكسير كان زياده صح؟ قلت لكم الليفر بيزود الايه؟ الاكشن بتاعه بيصنع بايل كتير وبيعمل اكسكريشن كتير، فممكن بيعمل اكسكريشن كتير مع البايل بيجمنتس اللي اتكونت هنا كان كتير، فاهمني ولا لا؟ او مرات يا ولاد يحصل انفكشن مثلا، والانفكشن ده بيعمل دي كونجيوجيشن للبايل ويخلي البايل بيجمنت هي القاعده يبقى لونها براون. يبقى البيجمنتد ستون نوعين، يا اما سودا يا اما بني. السودا بتاعت الكرونيك هيموليتيك انيميا، البني بتاعت البايل، يعني بايل قاعده كتير، بايل بيجمنتس كتير، هو الفراس بتاعها كتير، وفي بكتيريا اشتغلت عليها خدت البايل بيجمنت لوحدها، فبتلزق وتعمل لي حصوه، المهم اتكونت حصوه والسلام. الناس اللي عندهم حصوه دول كومن في الستات، في خمس صفات، يلا، فيميل، فورت يعني سنها، سنها اللي هو في الاربعينات، فانتايل يعني ايه؟ يعني ما بتبقى خليفه كتير، وبعدين كتير يعني تاكل اي حاجه، ها رم رم تاكل اي حاجه، يعني خمس حاجات، ها تبقى ايه؟ فيميل فات فورتي فيرتايل وفير، يعني دول خمس مواصفات. يبدا يجي لها جول بلادر ستون. الجول بلادر ستون البرزنتيشن معظم الستات اسيمتوماتيك، بعمل لها سونار لاي سبب، الاقي عندها جول بلادر ستون. على فكره لو كان كده سيبها، يا سيبها مش هتعب فيها، ما تقولهاش انت عندك بقى حصوه في المراره وبتاع تفضل يا سيبها، واخد بالك؟ فانت بتسيبها مش بعمل لها اي حاجه، بس في ناس كتير اسيمتوماتيك. لا في ستات تانية بقى تيجي بحاجه اسمها بيرياري كوليك، تقول لك ايه؟ انا عندي وجع هنا او هنا،
بص على ايدي هنا في الهيبوكامبس، ودي ميز دايجنوست مع بس انا بقى انا مثلا واحد من الناس مثلا انا بعتمد ما اعتمدش على شكوى الله اصلا عارف الست المصريه فانا بعمل سونار وهو عارف تيجي تقول لي بشتكي من هنا لو السونار مطلع جود بلادر ستون او لها مين يبقى جاي من المراره لا مفيش ولا حاجه في المعده فاهمني ولا لا كده فانت خد بالك في حاجه في المراره يعني الم المراره بيدخل على منطقه الايه بس في سؤال تجميع اسوء الجاستريك ما بنجمعه يعني قلنا في الهيبتك اسر مع الجاسترايتس ادي الجود بلادر مش كده ولا لا المهم الجول بلادر ستون تسمع هنا ممكن تبقى هنا يعني ممكن تبقى في رايت هايبوكوندريم ممكن تبقى في الهيبوجاستريم يعني تسمع هنا في الجزء ده وبعدين يا ولاد وبعدين تسمع في الرايت شولدر سي 4 ممكن تسمع في الباك من ورا هل تيجي عند الاستابولا من ورا والالم ده يقعد خلال ساعتين ويختفي لو طول اكتر من 6 ساعات يبقى دي كومبليكيتد ستون يعني عامله انفكشن رشقت في حاجه سدت حاجه فاهمني ولا يعني تقعد وبعدين تروح وتيجي تروح وتيجي تقعد تروح وتيجي خاصه لما الست دي تاكل حاجه ايه؟ لما تاكل حاجه فيها دهون، بص يا دكتور لو الجول بلادر اهي وادي السيستم بتاعتها اهي السيستم بتاعتها بتتحد مع الهيباتيك عشان يعملوا كومبايل بقى يبقى ميبي اسيمتوماتيك يعني في حصوه ميبي اسيمتوماتيك ممكن ساعات تعمل لي بيريا ريكول تعمل التهاب كده وبتاع وفي تقلصات ويبدا يجي لها الم على فكره مع الالم ده بيحصل ساعات كورونري سبازم يعني مع الالم ده ممكن يحصل انجينا يسموها لينكد انجينا لينكد يعني مرتبطه بمين؟ بالجول بلادر ممكن يحصل سدتين وانتم عارفين لو اتسدت هنا يحصل هنا ديستنشن وبتاع والتهاب والكلام ده ويجي لنا صوره اكيوت كوليسيستايتس طيب لو لا ما سدتش هنا وسدت هنا تعمل لي اوبستر اكتيفيتي جوندس وعلى ذكائك بقى ايه فهمه دلوقتي انا خلصت الحته اللي انا عايزها الحته اللي انا عايزها انا بقول دلوقتي هي ايه انواع الجول بلادر ستون 80% كوليسترول وايه اللي هيخلي الكوليسترول يتجمع يا كوليسترول زياده يا باي قليل الاحتمال الثاني انها تبقى بيجمنتد والبيجمنتيشن اتنين ها يا اما كرونيك هيمولايزس تبقى لونها دارك يا اما براونش مع الاستاجنيشن طيب ايه البرزنتيشن؟ ست ها فيميل فات 40 فير اوفر تايب ميبي اسيمتوماتيك ما تشكيش من اي حاجه ممكن تشتكي من بيليري كوليك تقعد من ساعتين الى ست لو طول عن ست ساعات يبقى انا بخاف يكون حصل كومبليكيشنز طيب ايه الكومبليكيشن اللي تحصل كلمتين مهمتين؟ يقفل هنا السيستم يعمل انفكشن اكيوت كوليستايتس يا اما يقفل هنا يودي لو اوبستراكتيف جون حلو الكلام كومبليكيشنز ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل لو حد عنده اصلا جول بلادر ستون ايه الكومبليكيشنز سهله قدام يا ولاد ما لو سدت تعملي هنا انفكشن هيقولوا عليه ايه بقى هيقول لك بايو سيل يعني كده الحته دي بقى فيها انفكشن رهيب جدا لو ساعات يقول لك ميوكو سيل لو هي سترايل مفيش ميكروب يقولوا عليها ميوكو سيل لو في ميكروب يبقى اسمها بايو سيل ماشي ممكن كمان يحصل حاجه معلش الكلمه دي صعبه قوي كولي بوكوليثيزس كولي اللي هي البتاع دي بوكولي الضغط كول ما الضغط الثيزس حصوات حصوات القنوات المراريه تقفل هنا او تقفل هنا او مرات يلا تنزل مش دول فاتحين كده في السكند بارت اوف ديوجينم كده هو بتاع كده خليك تسد هنا يبقى سدت هنا وسدت مين كمان اقول لكم حاجه ذا كومنست كوز اصلا اوف اكيوت بانكرياتايتس او جول بلادر ستون نزلت رشا كده فاصبح الايه حتى البنكرياس الجلوس مش عارف يخرج المهم حصوات القنوات المرئيه اسمها كولي دوكوليثيزس ممكن الحصوات تتجمع كتير في الجول بلادر تبص عليها منظر تحفه تحفه شفتها في المتحف زمان او كان عندكم متحف يقول لك بورسلين جول بلادر بورسلين جول بلادر بورسلين يعني ايه؟ يعني لو يكون سيراميك كده مخصوص فاهمني ولا لا؟ ممكن يا ولاد تفتح هنا وتعمل زي استلام تزرع ديودين او على الاستومك وانت هو بيرجع بيرجع لك فوق بيرجع فوق اه والله ممكن يعني عامل فيستي بس ممكن كمان يا ولاد بص بقى بص دي بص 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 نزلت هنا 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 راحت معديه في الانتستن وصلت لغايه الجوجنم والايليان هم هنا عاملين يهضموها مش راضيه تتهضم فمن كتر ما عمال يعمل عليها كونتراكشن الايليان ينفع تدخل في باراليسيس باراليتيك ايليس باراليت مش عارف يهضمها ما هي ايه؟ طوبه طوبه مش عارف يهضمه ظرفه كده فاهمني ولا لا؟ من كتر ما عامله اريتيشن تعمل كانسر هم سته كومبليكيشنز بايو سيل ونيوكو سيل خلصوا ده اول هام تاني هام تاني هام ممكن تعمل ايه؟ حصوات كل دوكو الانتيزيس في الجول بلادر لوحدها ها؟ لا في الجول بلادر تعمل بورسلين جول بلادر ماشي يا ولاد؟ ممكن تفتح فيستو ده ممكن تعمل باراليتيك ايريس
وانت بتقلب مالين الناس يبقى 6 كومبليكيشنز. تعملوا انفستيجيشنز ايه؟ سهل، نعمل اكس راي. اكس راي على فكره، اكس راي لو فيها كالسيفيكيشن هتبان جدا، يعني الاكس راي تبينها. انتوا محتاجين ايه يا ولاد؟ محتاجين في ايه طيب؟ ايه المشكله؟ الشباب في ايه؟ طيب يا جماعه عايز ايه؟ الريتيشن، حاجه ما تعمل الريتيشن. فانا بعمل كده، مش احنا بنبص لما يحطش اشطب عليه. وانت انت بتفكر ليه حصل مالجنس؟ الريتيشن سهله. طيب يا ولاد بص، اعمل اكس راي، الاكس راي حلوه لو كان حصل ايه؟ كالسيفيكيشن. اعمل الترا ساوند بالكده. الالترا ساوند والسي تي طبعا، يعني السي تي ممكن تجيبها. لو في حصوات في القنوات المراريه بعمل حاجه اسمها ام ار سي بي، ولو عايز حاجه دايجنوستيك وثيرابيوتيك اعمل وادخل اشيل. فاهمني ولا لا؟ يبقى لو حبيت اشوف ام ار سي بي، لو حبيت اشوفها واشيلها كمان اعمل حاجه اسمها اي ار سي بي. يبقى طبعا حاجات انفيزيف يعني. حلو الكلام كده؟ طيب نكمل. واحد عنده جول بلادر او واحده عندها جول بلادر ستون تعالجها ازاي؟ لو اسمبتوماتيك سيفر. الا بقى لو كان حجمها اكتر من 15 مللي، اكتر من سنتي ونص، وبعدين حصل عليها ممكن يكون بدا يحصل كمان كالسيفيكيشن. او بيقول لك ممكن عليك ميديكال او فتتها او سيرجيكال. الميديكال ده ان هو بيدوا حاجه اسمها تشينو دوكسيكوليك اسيد، او اللي احنا قلنا كده فاكرين اورسو دوكسيكوليك اسيد. ده بيدي 12 مش عارف مللي جرام بير كي جي ايفر داي. تفضل نديه بقى لمده شهور على اساس ان هو بيفتت، يعني بيفتت في الحصوه. ما بيجيبش غير نتيجه باي حاجه بس يستخدموه. البديل بتاعنا ازول. ازول يعني ايه؟ ازول اكسترا كوربوريال يعني بره الجسم. شوك ويف يعني طلقات كده. شوك ويف لايدو تريبسي تفتيت حصوات. تفتيت حصوات بالليزر. يقعد يفتتها كده صغير عشان تنزل. احسن من كل ده. ايه رايكم لو دخلنا عملنا بوليسيستكتومي؟ وده متبع على فكره. ده المتبع. جول برادر ستون دايما بتعمل كورونيك كالكولار كوليسيستايس، وكل شويه يجي لهم الم وبتاع. فالدكاتره الجراحين يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ بص هي عماله تعمل لك الم وعامله مشاكل وبلاوي، وفي نفس الوقت ممكن في يوم من الايام الحصوه دي تنزل تسد حاجه تعمل مصيبه سوداء. ما تيجي نخلص ونشيلها في شركه، فاهمني ولا لا؟ وده متبع وده كتير جدا. يعني الاحسن انها تتشال ايه؟ جراحيا وتريح نفسك للابد، خلاص؟ اكيوت كوليسيستايتس، اكيوت انفلاميشن اوف جول برادر. acute cholecystitis the commonest cause. يعمل acute cholecystitis gold bladder stone ازاي؟ ازاي؟ سدت هنا، لما سدت هنا فعندي هنا stagnation. واي stagnation في المنهج؟ يحصل فيه retention ويحصل فيه inflammation، مش كده ولا لا؟ مش كده بس، ممكن حتى الاي كولاي تكون عندها هنا اصلا، وبعدين تبدا تعمل لنا بقى تبدا تفك البايل وبتاع. الفكره بس في حاجه، يحصل سيفير inflammation في هذا المكان، وده سبب اساسي في النوايا لو الميكروب جاي من مكان تاني عليها. لكن اكتر سبب على الاطلاق ان انا يكون عندي حصوه وسد المكان ده. المره دي البرزنتيشن مختلفه. الناس دول طبعا عندهم سيفير بين وهتوصفه. في انوركسيا او نوزيا او فوميتنج، في عندي فيفر، ما في كوليسيستايتس، في عندي كمان ممكن يحصل كومبليكيشنز هنتكلم عليها، يحصل بين بنفس المواصفات بس اكيوت. يعني الم هنا وسمع هنا والحوار ده. والعيال مش مستحمله، كل تبين رهيب جدا. اي حد عنده قدامنا بين يا ولاد بيحصل له ريفلكس الليجال ستيميليشن، يجي لنا بصوره نوزيا وفوميتنج، انوركسيا نوزيا وفوميتنج. يبقى عندهم حتى البايل مش عارف، لكن عندهم فلاتيولنس رهيب، عندهم غازات وانتفاخات في البطن رهيبه. وطبعا في فيبر لان الحاله فيها اكيوت كوليسيستايتس. اكيوت كوليسيستايتس الخطوره انها ممكن ترابشر في اي لحظه، تعمل بريتونايتس وتعمل حتى مش على قد البروتونيوم بس، ده الليفر يا ولاد هنا ولا ايه؟ مش ده الليفر؟ عشان جوه الليفر ده ممكن تعمل اميريك، سوري هتعمل بايوجينيك ابسس، هتعمل هيباتايتس، تعمل مشكله في الليفر. فاهمني ولا لا؟ يعني المصيبه انها لو فرقعت هنا دخلنا في قلب الليفر، ان هو الجول بلادر لازقه في الليفر كده. يعني ممكن يحصل افكشن غير البروتينيه، يحصل افكشن كمان للليفر، ودي الخطوره كلها. طبعا في الطوارئ دي انت بتعمل سيناريو يبينها، يعني يبينها ويبين كل حاجه. ممكن تعمل اكس راي لو هي كالسيفيكال بان، ممكن تعمل الحاجات بتاعه اللاب اللي هو سي بي سي والاي اس ار عاليه والكلام ده. واخد بالك يا دكتور؟ انت خلاص لو جالك حد عنده اكيوت كوليسيستايتس دخلك الديفرنشال دايجنوز ده ايه؟ اكيوت ابدومينال بين. تعمل ايه؟ تدي له حتى مش المستشفى ولا حاجه، تدي له فلويدز كتير وتحطوا عليها دايما اللي هو البتادين الانالجيز القوي. ما بتحبوش تدوا المورفين لانه بيقفل حاجه اسمها سفنكتر وفاضي، فيعمل ريتنشن لاي حاجه. هو البتادين المتبع مع فلويدز مع انتي بايوتكس كتيره، انتي بايوتك قويه، واخد بالك؟
بقى يبقى انرجيزك وانتي بايوتيك وفلويد، انرجيزك وانتي بايوتيك وفلويد. بيحبوا الانتي بايوتيك دايما السيتوتاكس عشان ايه كولاي والحاجات دي، دايما هو اوفن شويس. معظم الحالات بتستجيب، يعني معظم الحالات اصلا بتستجيب للمحلول الكوكتيل ده، حتى مشهور جدا في المراكز الطبيه والحاجات اللي هي لاقي كلام دي، بيديله كوكتيل يعني محلول ملح يبدا يحط عليه مش عارف امبولينزا انتاك وايه، ويحط عليه حاجه بسترالجين، يحط عليه بتاع ده حقن مسكنه واخد بالك، ويبدا يتابع عينه، يديله حقن انتي بايوتيك ويبدا يتابع عينه ولا لما حسيت ده فك انت مش عارف ايه الكلام ده ماشي، هيبدا يتحسن مستجيب. ماشيين على كورس اوف انتي بايوتيك يبدا يتحسن معاه. في ناس اوقات ما تحسنش، يعني انت عملت على الحاجات دي وهو ما تحسنش، لازم تعمله دلوقتي ايرجنت سيرجري، تدخل تشيلها جراحيا فورا وما ينفعش بالنظار ده، لازم يفتح ويدخل يشيلها، لان غالبا فيها ادهيجن وملخبطه الدنيا اللي حواليها، او ينضف براحته ويشيلها براحته. دي كلمه اسمها اكيوت كوليسيستايتس. خلاص عشان كده انا قلت لكم حاجه، هو لما يكون في جول بلادر ديسورد انت من الاول تعمل ايه؟ بس بدل ما تيجي في يوم بقى وتعمل لك السده السوداء، ما ممكن برضه السده الثانيه تبقى اوبستركتيف جونس مصيبه ثانيه، فاهمني ولا ايه؟ لو الموضوع بقى متكرر كده بقت الحاله كرونيك، في كلمه اسمها ايه؟ كرونيك كالكولر كوليسيستايتس. يعني انا عندي حصوه وعماله تعمل اريتيشن بقى التهاب مزمن. طبعا ذا اونلي تريتمنت هو سيرجيكال، يبقى الكرونيك كالكولر العلاج الوحيد هو ايه؟ انها بتشال سيرجيكال. دي كلمه اسمها الجول بلادر ستون، جت زمان سؤال عند البنات. لا ما هو زمان وزوما اي حاجه برده كل شيء واحد، يعني انا هروح وبعدين بس ده تالف وزعل. لا انا مش سامع حد يقول حاجه، الحفوه بس بشوف الحفوه عشان الدراسيه كل حاجه صغيره، صعب ان هو ينتج فيها. لو عايز يفتح يفتح المرض، بس عيب التفتيح انها تنزل تاني برضه بنفس القرارات، فممكن تفتح اي حاجه لان في فتحات ضيقه. ماشي يا شباب ولا ايه؟ بصوا بقى هنعمل اكيوت بانكرياتايتس لايف البريك كده، بس ده من الحاجات اللي بجد عايز تركيز. معلش هو عظيم الموضوع ده دلوقتي ايه؟ هرمون ده كمان يا مش ده اللي هو البوست كوليستيكتومي سندروم كده؟ بص يا دكتور، الاكيوت بانكرياتايتس من الحاجات المهمه جدا 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 نكتب عليه سؤال متوقع نظري. سؤال متوقع نظري اكيوت بانكرياتايتس تعيش عند البنات تعيش تمام ماشي مهم مهم مهم. بص يا ولاد اكيوت بانكرياتايتس يعني ايه؟ يعني عباره عن اوتو دايجيشن اوف بانكرياس باي بريماتيورلي اكتيفيتد بانكرياتيك انزايمز. البنكرياتيك انزيمز حصل لها اكتيفيشن وهي جوه البنكرياس، لما حصل لها اكتيفيشن راح تواكله وعامله دايجيشن البنكرياس، وده اسمه اكيوت بانكرياتايتس. اوتو دايجيشن اوف بنكرياس ديو تو بري ماتيورلي اكتيفيتد بنكرياتيك انزيمز. ايه اللي بيحصل؟ حته فيسيولوجي بس كده صغيره، لو ده كده السكند بارت اوف يوجينا اهو ماشي ولاد، وهنا البنكرياس بتيجي هنا البنكرياس بيفتح في الضغط بتاعته كده، الضغط ايه بيفتح هنا في الامبوله او الفطر، هو مين؟ هو الكوم بقى ده بيفتحوا مع بعض. ليه بقى؟ عشان البنكرياتيك جلوس ده بيحب يشتغل في حاجه اسمها الكلاين ميديا. الجاي من الاستومك هنا اسيديك ميديا، فانا محتاج الكلاين ميديا عشان يشتغل فيها، فبيفتحوا مع بعض على اساس ان البايل فيها الكلاين، بيحصل اكتيفيشن. فاول ما ينزل هنا يلاقي حاجه الكلاين بيبدا يحصل له اكتيفيشن، يعني الاكتيفيشن بيحصل بره. لو حصل الاكتيفيشن جوه نتيجه ان هو قعد فتره طويله او حصل ليك او حاجه في هذه الحاله، بيبدا يحصل اوتو دايجيشن. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ربنا بيحمي بعد حمايه للخلايا بتاعت البنكرياس من الاوتو دايجيشن، هو بيصنع انزيمات هاضمه حاجات جامده جدا. ربنا باعت له حاجات طالعه من الليفر عشان تعمل له بروتكشن من هذا الاوتو دايجيشن. فاكر حاجه اسمها الفا 1 هاتي تريبسن؟ أو ده من ضمن الحاجات اللي بتحمي مين؟ واشياء اخرى، يعني الفا 1 هاتي تريبسن ده من ضمن الحاجات اللي بيعملها ان هو بيعمل بروتكشن ليه؟ لهذا البنكرياس من الاوتو دايجيشن. عشان كده هقول حاجه، اللي هيعمل اكيوت بانكرياتايتس حاجتين مهمتين. الحاجه الاولى جول بلادر ستون وتنزل تروح فيها اشقالي هنا. لما رشقت هنا فضل البايل هنا ايه؟ قعد فتره طويله، لما قعد فتره طويله يا ولاد قعد فتره طويله استجنت، يبدا يحصل له اكتيفيشن.
هذا الاكتيفيشن راح فاتح الايه الضغط الفرقعه ويبدا ياكل هنا ياكل هنا ياكل هنا ياكل هنا ياكل هنا اصبح عندي اكتيف بانكرياتايز. تمام. الاحتمال الثاني اكسسيف الكحول انتيك. كل الكحوليات هتعمل ايه؟ الكحوليات فيها مشكلتين. المشكله الاولى انها بتاثر على الليفر فبتقلل البروتكتيف بروتينز ولا ايه؟ وفي نفس الوقت الكحوليات كدايركت اكشن بتعمل بري ماتيور اكتيفيشن اوف الانزيمز. يبقى هي عملت حاجتين، اكتيفيت الانزيم وقللت مين؟ عشان كده لما اقول لك ما اسباب الاكيوت ما انا صعب الباثولوجي اللي انا قلته بقى. ما اسباب الاكيوت بانكرياتايتس؟ كلمتين جوه البلادر ستون ونزل دخلت هنا ها واحتمال الثاني الكول انتيك مفهومه؟ بعد كده عك وربك يا بوك فاهمني ولا لا؟ لكن لازم تقول الاثنين دول في الاول. تقول لي عك اقول ايه؟ على فكره ممكن يكون السبب تروما. تروما اللي هي ايتروجينيك في الار سي بي مش اسمه مصدر القنوات الايه؟ والبنكرياسي يعني ممكن يدخل هنا ولو دخل هنا وعمل انجري وممكن يؤدي الى اكيوت بانكرياتايتس. ممكن بعض الادويه تريتمنت ادويه زي الالاسوبرين مثلا في ادويه انتي فايرال كده ممكن تعمل كده زيدوبيدين ادويه كده ممكن تعمل اكيوت بانكرياتايتس ممكن يكون ده السبب. ممكن يكون تيومر وعمل رابشر يعني عندي تيومر هنا جنبه من البنكرياس وعمل رابشر ليه؟ ها البنكرياتيك داكت او داكتيولز ممكن يكون ده السبب. فهمتوني ولا لا؟ ممكن كمان يا اولاد يكون السبب فايرال انفكشن فايرال انفكشن مع المغص ممكن يحصل كده. ممكن يبقى السبب هايبر كالسيميا. يلا شاطر فين بقى؟ ها هايبر كالسيميا وهايبر ليبيديميا تروح الدهون الدهون والكالسيوم ممكن يروح يترسبوا هنا يا اولاد ويجي يسد هذه القنوات ولو سدها ممكن يؤدي الى بس ارجع والف واقول مش هننسى كلمه مش هننسى كلمه مش هنسى ابدا كلمه جول براذر ستون وكلمه الكول انتيك. وعايز تقول لي معاها بقى ياتروجينيك تيومر اوفر تريتمنت او تريتمنت ادويه فيرال انفكشن هايبر كالسيميا هايبر ليبيديميا كل ده على راسنا من فوق لكن ما تنساش الاثنين الكبار. كلينيكال بيكتشر اللي عنده بيشتكي من بين والبين بتاعه مميز جدا يبقى عنده هنا ايبيجاستريك بين ها بتجمع ولا لا؟ عنده هنا ايبيجاستريك بين شورتنج تو ذا باك حاجه تحسن لما ميل لقدام كده. على فكره تيجي تدوس على المكان ده مفيش تندرنس غير الجاسترايتس او البيبليك مفيش تندرنس اصل البنكرياس ورا ريترو بولمونيه مفيش لا ريباوند تندرنس ولا تندرنس ولا ريباوند لانه موجود لورا. قلت لكم مفيش من ده اي صغيره اي الم في البطن يعمل اريتيشن يعني زي الفيجاس فيجا عندك صوره ايه؟ نوزيا انوريكسا ونوزيا وفومتنج ار كومن. ويتميز الانفلاميشن ده انه هيموراجيك يعمل نوعين من النزيف قلناهم في اللوكال ابدومينال اكزامينشن. ممكن حوالين الامبريكاس كده يعمل بيجمنتيشن اسمها كولين ساين ايكيموزس يعني او تيجي في الاجنبي ده اسمها جراي تيرنال. عارفينهم ولا لا؟ يبقى في السنترال اسمها ايه؟ كولين وفي الاجنبي ده اسمها جراي تيرنال. فانا عندي بين ما عنديش تندرنس معايا انوريكسا ونوزيا وفومتنج ومعايا اللي هم البيجمنتيشن اللي حصلت اللي هم الكولينس والجراي تيرنال. ماشي كده يا اولاد؟ حته ريجيديتي والتندرنس والكلام ده هيبقى في النوادر واتفقنا ان هو فين؟ ان هو ريترو بروتينيا. لو حصل انفكشن البروتينيا ممكن يحصل كده. طيب الناس اللي عندها اكيوت بانكرياتات يحصل لها كومبليكيشنز كتيره منهم اربعه على مستوى البنكرياس. ممكن لو انتوا تلاقي شويه انفلاماتوري سيلز كده يتجمعوا في حته يبقى اسمهم فليكمون فليكمون. ممكن باكس تفتح وتعمل كيس جنبها سودو بانكرياتيك سيستم. ممكن اصلا ميكروب يقعد ويعمل زي ابسس خراج ابسس. قلنا دي الحصه اللي فاتت ممكن تفتح في البروتينيوم وتعمل بنكرياتيك اسايتس. مش كان فيهم ضمن ميكانيزمات الاسايتس ليكج ليكج واخد بالك هنا يبقى اربع حاجات في البنكرياس فليجمون. ايه الفليجمون ده؟ انفلاماتوري سيلز ها او ضغط وحصل فيها ريديشن يبقى اسمها سيست سودو بنكرياتيك سيست او يحصل فيها تتحول الى ابسس او ممكن الى يفتح في ليه؟ طيب ممكن يحصل حاجات على مستوى الجي اي تي طبعا يحصل على مستوى الجي اي تي ده سيفير ابدومينال بين وسيفير ستريسفول كونديشن ممكن يحصل جي اي بليدنج. اي جي اي بليدنج ممكن يحصل ممكن يحصل ضد الكانسر اصلا. طيب مش عارف انت محتاج البنكرياس جوز ده في الدايجيشن خلاص يبقى ده نازل ناشف مش عارف يحصل له دايجيشن فعمل باراليتيك ديز باراليتيك ديز. في مصيبه سودا هقولها وربنا يستر الله يبارك لكم ركزوا معايا مش هنقول ايه كومبليكيتد كده. بص العقد جاي ازاي ركز في الحته اللي جايه العين ده يا ولاد من الحتت اللي فيها انفلاميشن بيطلع سايتوكاينز وبيقدمها وحب ماشي قديم هتطلع حاجه اسمها بليتلت اكتيفيتد سايتوكاينز. ممكن تكمل؟ يعني هيجمع لي ايه؟
يعملي بلطات فتحب تقعد في البوكال بين. يبقى الأكيوت بانكرياتايتيس إلى بوكال بين ثرومبوزس يعني بوكال هايبرتنشن يعني اسبرين وقصائص والحوار ده ما كملتش واستهلك كوجريشن فاكتور كتير بيحصل له بليدنج يحصل في اللنج يعمل ارتس اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم مش كده بس يا ولاد البلاستا بلاير رايح الكليتين على الناحيتين انا عندي دلوقتي اذا عندي ممكن احصل اوكلوجن فيه ممكن احصل منه نزيف يعني المحصله لنا البلاد فلو بقى ايه دكتور هات لي الاشياء اجيب الاخر مالتي اورجان فيلير مالتي اورجان فيلير هقول كلمتين ربنا يستر سيفير هايبوغلايسيميا سيفير هايبوكالسيميا سيفير هايبوكالسيميا ليه؟ اصل ده بقى فيه فاتي تيشو والكالسيوم يحب يقعد على ايه؟ على فات فيلم الكالسيوم الجسم كله يا دكتور انت قلت من شويه ان الهايبركالسيميا سبب ايوه انت عنده هايبركالسيميا بس لما عندنا سد وبدا يعمل دايجيشن ودي رول اريا فالكالسيوم يحب يقعد فيها قوي فمع الوقت يحصل هايبو مش كده بس هايبوغلايسيميا مش البنكرياس الدمر طلعت كميات كبيره من الانسولين طبعا في الدم ولا طلعت كميات كبيره هايبو بس دي فتره وهو على كده ما عندناش انسولين دخلنا الهايبر اللي هو في الاول هايبو في الاخر ايه هتلاقي كتاب كاتب لك هايبو وكتاب كاتب لك هايبر انا عن نفسي كاتبها مره كده ومره كده الاثنين صح هو هايبو في الاول وهايبر لان خلاص البنكرياس يعتبر اتدمر كاندوكراينال واكسوكراينال على فكره معلش هي الكومبليكيشنز كتير الكومبليكيشنز كتيرة ها الكومبليكيشنز هنقول ايه تاني يا ولاد هنقول ايه كومبليكيشنز بنكرياس فليجمون وابسس وسودوسيس وليكج الجي اي تي هيموراج واللي هو البارليتيك ايريس الكالسيوم هايبوكالسيميا والسكر حلو وتقولي بقى بيطلع بريتس اكتيفيتنج فاكتورز يؤدي الى بروكال فين ثرومبوزس ويعمل لي بقى يقفل رينال ارتس والكلام ده بيحصل نزيف في اماكن كتير اشرها على الرئه يعمل ارتس بقى دخلت في ريسبيراتوري فيلير ومعايا كمان رينال فيلير يعني عندي مالتي اورجان فيلير وطبعا خلاص المرض يبقى خطير وخطير جدا انفستيجيشنز اهم كلمه وقلتها اول كلمه سيرم امايليز اكتر من 5 أضعاف دايجنوستيك بصراحه بدل ما حد يجي لنا في العيادات وعنده جاستريك بين بتخاف من الحاجات اللي بنعملها كتير هو سيرم امايليز هو الكيس اصلا مش غالي حاجات اللي بتعمل كتير جدا عشان الجاستريك عشان الحته دي على فكره ممكن اشيك من كده لو هو جاي لي بانكرياتيك اسايتس مش هو كلام اسايتس خد عينه من الفلويد وحللها ولقيت فيها امايليز عالي يبقى عنده اكيوت بانكرياتيك وارقى على فكره منطقيه مش هو عامل لي اسايتس فخد عينه لو كانت موجوده يعني الحاجات بتاعت اللاب انا هسال هل لما اعمل له سي بي سي ممكن الاقي شويه وايت بلاد سيلز زياده ما يجراش حاجه مفيش مشكله ها بص يا دكتور برضه لجزء في الاول يقدر يقول هيعلم ها الكالسيوم هو كان عالي وبعدين هيبدا يسالك فيبدا يبقى مشكله والدهون ممكن تبقى سبب عنده هايبوليدينيا في الاول هعمل اكس راي لو في جول بلادر ستون هتبان لو في كالسيفيكيشن حصل على البنكرياس هيبان يعني الاكس راي حتى لو في باراليتيك كيريس وريت لكم صوره قبل كده اللي هو الكاستنال ابستراكشن هتلاقي برين اكس راي الكتروبوزيشن وعندي مالتيبل فلويد على فكره مش وقت نوم خالص عايز كلمه كفته مهمه والاقي مالتيبل فلويد نيفلز لما الاقي مالتيبل فلويد نيفلز كده ورا بعضها كتير يبقى انا بشخص انا عندي الكاستنال ابستراكشن وده نوع منها مش لازم اقول ابستراكشن يبقى انا عندي حاجه سادة لا الباراليتيك ايريس لوحده يعتبر ها انفستانر اوبستراكشن ها يعني مش لازم حاجه ميكانيكال ممكن حاجه كده دايناميك يعني على فكره ان هو مش بيتحرك فانا عندي انفستانر اوبستراكشن فالاكس راي مهمه سي تي اوف تشويس وام ار اي ما يجراش حاجه اي ار سي بي دايجنوستيك ها وام ار سي بي لكن على فكره اللي بيعمل دايما سي تي سي تي اوف كونتراست دايجنوستيك سي تي يبقى انا عندي الامايليز مع سي تي دول يكفوني ها امايليز مع مع سي تي دول يكفوني كدايجنوستيك فاليو حلو الكلام شخصت ان في اكيوت بانكرياتايتس تقول له تركبه نيزو جاستريك تيوب واي افرادات المعده تطلع وتوتال بارنتال نيوتريشن مفيش حاجه اسمها اكل خالص هو اي حاجه ياكلها مش هتطلع هرمون والجي اي تي هرمون ستيمليتنج بس انا بنشوف الاكل مش انت بيحصل لك حاجات داخليه كده وهرمونات بتطلع وحاجات المهم يبدا يزيل الافراد انا مش عارف انت قول له انسى موضوع الاكل ده خالص تاني مره يبقى نوبر اس يعني ما فيش اكل بالناقص خالص فتوتال بارنتال نيوتريشن العيان ده هنركب نوزل جاستريك تيوب اي افرادات هنبدا نطلعها ما تنزليش حاجه عند البنكرياس هو مش مستحمل اصلا
عنده ألم رهيب بطول الستين وبلاش المورفين. ليه؟ عشان الاسفنكتر وفود ده فين؟ ده الاسفنكتر وفود ده شو هنا؟ أنا فاش أجل فيها وعايزين نفتحها أصلا، عايزين حاجة تفتحها. هيدوله البتدين، هيدوله أنت بيوتك ماشي، هيدوله سوماتو ستاتم، هيقلل البنكرياتيك سيكريشن. حلو؟ هدي حاجة تقلل البنكرياتيك سيكريشن، هديله أنتي بليتلتس أكتيفيتنج بكتيريا. اسمه ليكسي بفانت. أنتي بليتلتس أكتيفيتنج. حلو، جامدة جدا ولا إيه؟ هديله أكسجين. طيب ايش معنى؟ ممكن يبقى عنده عرس. هديله محاليل بقى وفلويدز وانتيبيوتكس والحوار ده. فهمتوا ولا لا يا اولاد؟ يبقى خد بالك في كلمتين في العلاج ما تنساهمش، سوماتوستاتين ولا انتيبيوتكس اكتيفيشن اكتيفيتنج فاكتور، عشان دي اصلا محور كبير، اصلا محور كبير في العلاج. كرايتيريا بقى البنكرياتيك سكريشن كله، بعمل انهبيشن لاي بنكرياتيك سكريشن. الحته اللي بعد كده يا اولاد، هو سمعت وسط اللي انتوا عارفينه جروث هرمون، هو نفس البتر، هو البكتيريو دايت، هي نفس الكلام يعني، نفس الحاجه. اوكي، بص يا دكتور، في كرايتيريا او باث بروجنوزس بتقسمها بكذا طريقه. انا في حاجات بحرف الايه مثلا، اقول لك ايه السن، بحرف الايه السن والالبومن والاي بي جي. السن لو فوق ال 55 سنه باث بروجنوزس، كلما قل الالبومن عن 3 كلما كان باث بروجنوزس. الاي بي جي كلما قل الاكسجين عندي ارتس، يعني ما كان عندي هايبوكسيا، كلما كان باد بروجنوزس. مفهومه؟ هعمل له حاجتين بلاد، هعمل ايه؟ بلاد جلوكوز وبلاد يوريا. الجلوكوز اكثر من 200 واليوريا اقل من سوري اكثر من 100، يعني دخلت في هايبر جلايسيميا. ليه؟ خلاص هو مش شغال. ما هو الاول ايه عمل لي هايبر جلايسيميا دي؟ الشوت طلع انسولين كتير، بعد كده خلاص مفيش حاجه تطلع اصلا. طب عندي هايبر جلايسيميا وكمان اليوريا، معناها انا دخلت في رينال فيلير. تعمله عد ابيض، وايت بلاد سيل سي، وايت بلاد سيل سي ده اكتر من 15 قلب. هتشوف يا دكتور السيرم كالسيوم هيبقى اقل من 8، اقل من 8 برضه باد بروجنوزس. هو راح فين الكالسيوم؟ لا انت بتعمل ايه؟ هوبا بقى اقل من 8، معناها ايه؟ معناها ايه ان هو عمال؟ انا بقول لك كرايتيريا او باد بروجنوزس، هتلاقي عنده ايه؟ السن فوق ال 55، الالبومين اقل من 3 جرام، الاي بي جي الاوكسجين اقل من 60، ده مصيبه. الجلوكوز فوق ال 200، اليوريا اقل من او اكثر من 100، الوايت بلاد سيلز فوق ال 15000، يعني في عندي سيفير انفلاميشن. مش كده بس، شوف لي كمان السيرم كالسيوم، ده السيرم كالسيوم يبدا المفروض يبقى 8 ونص، يبقى 9، فتلاقيه بقى اقل من ايه؟ بقى اقل من 8. دي كل حاجات بحطها في الكرايتيريا فور باد بروجنوزس. وكل ما تجمع كرايتيريا اكثر كل ما البروجنوزس بتاعه يبقى اسوء. بيعملوها بحسبه كده تبقى عارف معظمهم وخلاص. فهمتوني ولا لا؟ يبقى دي كرايتيريا او باد بروجنوزس للناس اللي عندها، الناس اللي عندها اكيوت بانكرياتايتس. طيب بصرا عشان مش انت عسيب بس الحته دي، الله يبارك لكم. لو حد بيشرب كفرليات والموضوع ماشي على لونج ران، او عنده بدل انفكشن وانتميك اريا مش عارف ايه، ممكن يبقى كرونيك بانكرياتايتس. والكرونيك الله يبارك لكم، كرونيك بانكرياتايتس ثلاث كلمات، ريكارنت اتاكس اوف جاستريك بين، هو نفس البين بس يبقى ريكارنت. وكاكسوكراينال بارت ده اسمه مال ابزوربشن، هنتكلم عليه درس. وكاندوكراينال بارت دايابيتس، يبقى كان انا بقول لك حاجه، الكرونيك بانكرياتايتس في ثلاث كلمات. هو ريكارنت ابزوربشن بين ومعانا مال ابزوربشن ومعانا. طيب لما اجي اعالج واحد عنده كرونيك بانكرياتايتس، عالج السبب واديله حاجه انرجيزك، عالج المال ابزورش عن طريق البنكرياتي الجلوكوز لازم ياخدها وتديله انسولين. فهمتوني ولا لا؟ يبقى انا بعالج الثلاثه. دي كلمه اسمها كرونيك، ولما يجي لك الامتحان هيجيب لك مين؟ الاكيوت اللي فيها كامل، بعدين الاكيوت ما تجيش مش حاله كلينيكال يعني. فدايما يجيبها لك كسؤال زيهم ضمن معاهم كانسر ريدو بنكرياس، اصل دي حاجه مشتركه. الكانسر ريدو بنكرياس برضه ناس بتشرب كفاليات، ممكن تيجي في الهيد او تيجي في البودي او في الكير، بس اكتر نسبه بتكون بالهيد. وانا احنا كانسر ريدو بنكرياس، كانك بتكتب، بص يا دكتور، بص كانسر ريدو بنكرياس كاني بكتب وستركتد جوندس كامله مع الجاستريك بين شورتنج تو ذا باك وانوريكسيا ونوزيا وبومتنج وبيتوس. على فكره انتوا بتحششوا معايا ولا لا؟ يا دكتور لو سمحت تعالى معايا، جالك سؤال كده وعمره ما يجي لك اصلا برضه، لكن لو جبت كانسر ريدو بنكرياس ايه ده هنتكلم عليه يعني؟ هتقول لي يحصل في انفراد وسنه كبير وبيشرب كحوليات، ايه الحاجه دي؟ البرزنتيشن بتاعته ايه؟ في بين مكانه خلاص هو وشوط الجدول، باك واستراحه مامله قدام، مش ده كانسر؟
يعني معاه ويتنس مش موجود في الابدومين.